السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الجزء الثالث والأخير من امتحان الباوربوينت أو البرزنتيشن في الاي سي دي ال تيتشر 2022. السؤال الأول بيقول احذف الحركة الانتقالية ديزولف من كل الشرائح في العرض التقديمي المفتوح شركة بي تي للحلول المعرفية. فأنا بشوف الباوربوينت اللي عندي بلقاه فعلا هو ده، بروح علشان أشيل الحركة الانتقالية بروح على الترانزيشن، وبلاقي عندي الحركة الانتقالية اللي اسمها ديزولف بروح اقول له نن. تمام، هو عايزني اشيلها من كل الشرائح، فبروح اضغط على ابلاي تو اول. تمام، واقول له التالي. في الشريحة الثانية المعنونة بتطوير الحلول واعطاء القيم، بنروح على الشريحة الثانية، عايزني اعمل انعكاس افقي الفليب هوريزنتال للسهم البني. فانا عندي سهمين، بضغط على السهم البني وبروح على الفورمات بتاعه وبدخل على الروتيشن واقول له فليب هوريزنتال اللي هو انعكاس افقي، وبعد كده اقول له التالي. في الشريحة الثانية برضو عايزني اغير لون السهم او الاسهم بقى، وعايز السهمين مع بعض عشان يبقوا نفس اللون، فلذلك هنركز ان الاتنين يكونوا نفس اللون لأي لون من اختياري ما عدا اللون الأسود والأبيض والتلقائي. فبما إن السهم الأولاني متحدد بخش على الفورمات بتاعه وأقول له الشيب فيل وأغير لأي لون، وبرده التاني أروح أختار نفس الفيل أو الشيب فيل لنفس الدرجة، وكده يبقوا هما الاتنين نفس اللون وأقول له التالي. في الشريحة الثانية برضو عايزني أدرج الصورة المسمية رمز الشركة من المجلد دوكيومنت ليتمس، فأنا على طول بروح على insert. طبعا هو عايزني بين السهمين، فكده كده مفيش بوزيشن لغايه لما تروح تقول له insert وتقول له picture، وقال لي ان هي موجوده في document في litmus واسمها رمز الشركه، وهقول له insert. تم ادراجها وبالفعل هي بقت بين السهمين، فانا مش هعمل حاجه تاني غير ان هروح اقول له احفظ الملف لانه قال لي احفظ الملف، واقول له التالي. في الشريحه الثالثه المعنونة بالقوى العاملة العالمية عايزني اعمل ادراج لمستطيل بنفس الشكل واللون والحجم اللي موجود في باقي الشرايح. الخطوة دي اسهل حاجة، ان انا اروح على اي شريحة تانية وهلاقي المستطيل ده واخده كوبي واروح على الشريحة اللي هو عايزني اعمل فيها كده، كليك يمين واقول له بيست، فبيتم ادراجه بالظبط في نفس المكان. تمام، وراح اقول له التالي. في الشريحة الرابعة فاروح على رقم 4، اضف ملاحظة بيانات موثقة ثم احفظ الملف. هنا بقى المفروض ان انا بعمل ايه؟ بروح في منطقة النوت في منطقة الملاحظات، فلو انا مش عارف اشوفها كده هي موجودة اهي، هكتب له بيانات موثقة. طيب اذا هي مش موجودة عندي، انت بتدخل على الفيو وتجيب النمط بتاعتي وتختار نمط النوتس وتكتب فيه، بيانات موثقة. تمام كده، ثم احفظ الملف. طيب انا دلوقتي قبل بس ما اروح احفظ هعمل له ايه؟ هو الاول انا هقول له سيف، هو عادي بروح اقول له فيو وادي عندي نمط العرض اللي هو النوتس بيج، اضغط عليه واكتب في منطقه الملاحظات الكلمه لو انا مش شايف منطقه الملاحظات قدامي. تمام كده، نشوف بقى التالي. في الشريحه الخامسه يبقى نروح على الشريحه رقم 5 المعنونه بالخبره، عايزني اعمل فيها ايه؟ قال لي اختر المستطيل المستدير الزوايا وارسله الى الخلف، فانا بضغط على الشكل اللي هو طلبه مني واروح على الفورمات بتاعه وبروح اقول له send backward ارسال للخلف، فبيبدا يروح للخلف بالشكل ده وراح اقول له التالي. في الشريحه رقم 6 عايزني اعمل ايه؟ في الشريحه رقم 6 قال لي قم بتجميع كل العناصر الموجوده اعلى العنوان مهمتنا ثم احفظ العرض، فانا بادي الشكل اهو الاولاني وبزرار الكنترول احدد الصوره واحدد السهم الثالث، وعلى اي فورمات منهم هما الاثنين عادي مفيش مشاكل، انت هتروح على الجروب وتقول له جروب فبيتجمعوا بالشكل ده. طيب عايزني احفظ العرض يبقى هقول له سيف. تمام، نقول له التاني.
انقل المخطط الموجود في الشريحة السابعة. احنا في الشريحة رقم 7 اهو، عندي مخطط اللي هو الرسم البياني، عايزني اعمل ايه؟ انقله الى الشريحة رقم 4 تحت العنوان حقائق شركة او حقائق حول شركة بيتي. فانا بقى اعمل كليك يمين او بحدده بقف عليه الاول وكليك يمين وبقول له كوبي او انقل، لانه قال لي كات. تمام، كات، واروح على الشريحة رقم 4 واجي اقف فيها كده وكليك يمين وبيست بالشكل ده، ولا هحدد بوزيشن ولا هعمل حاجة، هو مش عاوز اكتر من كده. واقول له التالي، عايزني اضبط اعدادات الصفحة بتاعة العرض التقديمي عشان يتم تغيير حجم الشرائح للعرض على هيئة جهاز عرض الاوفر هيت. طبعا احنا على طول دي مش بنقف على شرائح، احنا بنروح على ديزاين ونروح على البيج سيت اب ونختار سلايد سايز 4، ندور على برنامج الاوفر هيت او جهاز الاوفر هيت اهو. تمام، واقول له اوكي، بس مفيش اكتر من كده، وراح اقول له التالي. عايزني اقوم بالتدقيق الاملائي للعرض، دي على طول برضو بنروح على قائمة ريفيو. تمام، واقول له سبيلنج تشيك، خلاص هلاقي سبيلنج تشيك از كومبليت، واقول له اوكي ونقول له التالي. اخر سؤال معانا بيقول في الشريحة الثامنة اسفل العنوان السؤال 12 اجب على السؤال، فبنروح على الشريحة الثامنة ونشوف السؤال 12 بيقول لي في اي زاوية في الشاشة تعرض أيقونة تسمح لك بالتنقل بين الشرائح خلال العرض في الشرائح أو خلال عرض الشرائح. طيب أنا لو رحت على F5 كده، طبعا بالنسبة لي عشان بسجل الموضوع مش نافع. تمام، ممكن نروح على السلايد شو ونقول له from beginning كده، العرض اهو قدامي، فبلاقي هنا اهو الزراير بتاعتي على اسفل اليسار. تمام، ادوس له سكيب منها كده وراح اختار له الشريحة رقم 8 عشان اجاوب، اقول له ايه فين الاسفل اليسار او في الزاوية السفلى اليسرى رقم جيم، فباجي هنا اكتب له الجواب ايه، حرف الجيم. تمام، وكده اروح اقول له التالي عشان انهي الاختبار، وكده نبقى خلصنا السؤال او الجزء بتاعنا.